أداء الأجهزة الأمنية وعلاقتها مع المجتمع المدني، إضافة إلى التطورات والإخفاقات التي طرأت على أدوارها، وضعت للفحص والتمحيص تحت مجهر الرقابة والمتابعة الحقوقية والقانونية في اللقاء الذي نظم لهذا الهدف في مدينة رام الله. ونحن على إدراك كامل في مركز جنيف بأن السلطة الوطنية الفلسطينية قطعت يعني شوط طويل في عملية تطوير الأمن والأمان المواطن. والهدف من هذا اللقاء اليوم سامع كيد شوي أوسع، بالمعنى لا نريد فقط أن نتكلم عن التوجهات من قبل الأجهزة تجاه المواطن ومن قبل المواطن تجاه الأجهزة والسلطة بشكل عام. ورغم إشادة المشاركين في اللقاء بالتطور الحاصل في أداء مختلف الأجهزة الأمنية في تطبيق وتعزيز الأمن للمواطنين، إلا أن متطلبات عدة رآها الحضور لازمة لتطوير عمل الأجهزة وجسر الهوة بينها وأفراد المجتمع. إحنا ندرك تماما أن تعزيز مبدأ سيادة القانون لا يتأتى إلا بواسطة قوات أمن قوية قادرة ومن خلال كوادر عالية التدريب والأداء. يعني هذا إحنا موافقين عليه كمجتمع مدني ونؤكد عليه، ونريد لهذه القوات أن تتقدم وتتعزز إن شاء الله. هناك تطور ملحوظ حدث في حفظ الأمن والخطة الأمنية وتنفيذ الخطة الأمنية، وشعور المواطن أكيد في اختلاف الوضع وانتهاء حالة الفلتان الأمني التي عانينا منها لفترات طويلة. محافظ رام الله والبيرة دكتور ليلى غنام أكدت على ضرورة نشر الوعي والتثقيف بين مختلف شرائح المجتمع والأجهزة الأمنية، والعمل على تدريب الأجهزة على كيفية التعامل مع المواطنين لتسهيل نشر الأمن وتطبيق القانون. احنا وصلنا لفي المؤسسة الأمنية وخصوصا خلال السنتين الماضيات، في عنا شغلة مهمة ما زالت إحنا بتحكمنا اللي هي العشائر، تدخل العشائر والتنظيمات بالعمل الأمني. كمان هذا شيء من الممكن إن يكون تدخل بسيء أو بناش نحكي بسيء، هو بعركس تنفيذ القانون. أما قائد قوات الأمن الوطني اللواء ذياب العلي فقد كان متحاملا على المراكز الحقوقية كونها تنظر إلى قضية الأمن نظرة المتحرر من قيود الاحتلال أو من يملك دولة مستقلة، منوها أنه لا بد أن يكون هناك تحديد واضح للعلاقة بين الفرد الفلسطيني بالأجهزة الأمنية من خلال توعيته بدورها في حفظ السلم الأهلي للمجتمع. العمل الأمني تطور خلال السنتين اللي مرقوا بحدود 70%، سواء بالفهم الأمن أو بفهم القانون أو بالحفاظ على الناس أو بالعلاقة مع الناس. يعني احنا بحكي أنا كل الأجهزة الآن عندها علاقات عامة. وقد أجمع الحضور على أن أداء المؤسسة الأمنية يسير نحو بناء الثقة مع المواطن، وأن المطلوب توسيع قنوات الحوار وبناء جسور التواصل مع المجتمع. أيسر برغوثي، تلفزيون وطن.